أهلا بكم. مدينة غزة بكل أحيائها تقريبا تحت النار والقصف. قوات الاحتلال تحاول التقدم في الصناعية والرمال والتفاح والدرج والصبرة، والمقاومة تتصدى للتوغل فيما تواصل استهدافاتها في الشجاعية ومحاور القتال في رفح. وفيما يعاني الاحتلال من عجز في التجنيد والذخيرة، خرج أبو عبيدة في خطابه 28 منذ بدء معركة طوفان الأقصى ليعلن أن قدرات كتائب القسام بألف خير، وأن المقاومة استطاعت تجنيد الآلاف أثناء المعركة، وأن هناك قوة إسناد داخل القطاع جاهزة للتدخل إذا احتاجت إليه. وأضاف أن كتائب القسام نفذت خداعا استراتيجيا لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية استمر لسنوات، وما تم الكشف عنه من وثائق استخبارية من فشل الاحتلال في 7 أكتوبر نذر يسير مما ستكشف عنه القسام لاحقا. وفي الضفة الغربية، قوات الاحتلال تقتحم نابلس، والمقاومة والمقاومون يتصدون لها بالرصاص والعبوات الناسفة. أما في جبهة الإسناد اللبنانية، فالمقاومة الإسلامية تدك مواقع الاحتلال، وأهمها مركز الاستطلاع الفني والإلكتروني بعيد المدى على الاتجاه الشرقي في جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل. الموقع المستهدف هو أعلى هدف يتعرض لقصف المقاومة منذ بداية معركة طوفان الأقصى، ويقع على ارتفاع 2230 مترا عن سطح البحر، ويغطي ويرصد الاتجاه الشرقي في من سوريا إلى العراق والأردن وتبوك حتى الحدود الإيرانية. في ميدان الطوفان معنا الخبير في شؤون المقاومة الفلسطينية هاني الدالي والخبير العسكري العميد شربل أبو زيد. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيادة العميد، وسنبدأ بطبيعة الحال مما يجري الآن في مدينة غزة. هذا القصف الإسرائيلي المكثف على هذه المنطقة، وأيضا عمليات النزوح التي تحصل من عدد من المناطق في مدينة غزة. كيف تبدو الأوضاع الميدانية الآن؟ نعم، يعني بحسب ادعاء العدو الإسرائيلي بأن المرحلة الثالثة هي بهدف كسر فلول ما تبقى من المقاومة، بحيث أنه يظن بأن التنظيمات المقاومة الأساسية قد قام بتدميرها، ولكن الموضوع هو عكس ذلك، والحقيقة هي عكس ذلك. نحن رأينا بالأفلام الفيديو التي بثتها المقاومة كيف غرف العمليات تعطي الأوامر للمجموعات المقاتلة على الأرض، ولكن المقاومة غيرت تكتيكاتها، لم تزل بتنظيمها الأساسي، لا بل أن المقاومة بالرغم من الخسائر، بطبيعة الحال نحن نتكلم عن حرب منذ أكثر من 9 أشهر، نحن دخلنا اليوم الأول من الشهر العاشر من حرب طوفان الأقصى، وبالتالي نعم هناك خسائر لدى المقاومة، لكن المقاومة جددت نفسها بكل فصائلها. بطبيعة الحال من استشهد له يعني بعض الأقارب أو الأبناء أو إلى ما هنالك، هذا أصبح مقاوما بالفطرة، وأصبح مقاوما بالطبيعة، ومقاوما ليدافع عن أرضه وعن شهدائه. هنا لذلك قام العدو الإسرائيلي بعكس ما يدعي اليوم صباحا بشن عملية جديدة باتجاه جنوب غرب مدينة غزة، وذلك على محورين. المحور الأول هو من ناحية الغرب باتجاه الصناعة، الجامعات، حتى شارع الوحدة، والمحور الثاني هو من خلال شارع 10 دوار الدحدوح، وأيضا باتجاه مفرق الطيران باتجاه شارع الوحدة. العدو الإسرائيلي يدعي بأن الهدف هو كشف مجموعات الفصائل المقاومة المتواجدة في هذه النقطة وقياداتها، وعندما يقول قياداتها، وهذا أكبر اعتراف بأن المقاومة ما تزال تنظيما واقعيا وقويا على الأرض، هذا باعترافه وباعتراف الكثير من إعلامه ومن ضباطه الكبيرة. فإذا العدو الإسرائيلي بدأ يعني عملياته بشن غارات جوية كثيفة على منطقة الصناعية والجامعات وتل الهوى ومفرق الطيران، نعني به هذه المنطقة ككل.
فإذن هذه المنطقة هي منطقة العمليات الآن، ثم تقوم مدفعية العدو بدك هذه المنطقة بشكل كثيف أيضا. كذلك الأمر البوارج الحربية تعمل على قصف الصناعة والجامعات حتى مخيم الشاطئ. أما منطقة الرمال التي هي هنا فتتعرض إلى قصف جوي مركز وقصف مدفعي، ولكن التوغل لم يصل إلى هذه المنطقة. دبابات العدو وآلياته وصلت إلى منطقة الصناعة والجامعات ومنطقة تل الهوى، ولكن كان هناك اشتباكات على مسافات متقاربة جدا. استعملت المقاومة الياسين 105 والعبوات غير النظامية، كذلك الأمر عمليات كر وفر، ولكن استطاع العدو أن يحاصر منطقتين أساسيتين ألا وهما الجامعة يعني والصناعة. هذه المنطقة أصبحت محاصرة. يعمد العدو إلى الطلب من المواطنين الفلسطينيين بالنزوح باتجاه الشرق، ونعني به من منطقة الزيتون باتجاه دوار الكويت، ولكنه بنفس الوقت تقوم طوافاته بالقصف على المواطنين النازحين. هذه جريمة حرب بكل ما للكلمة من معنى. كذلك الأمر مدفعية العدو تقوم بالقصف على منطقة الزيتون وعلى ضواحيها، وخاصة على محاور انسحاب النازحين من هذه المنطقة. بالنسبة لمنطقة الصفطاوي، كان هناك غارات جوية ومدفعية على هذه المنطقة بشكل كثيف. أما منطقة التفاح ومنطقة حي الدرج فكان هناك توغل في منطقة حي الدرج هذه منذ الصباح، أو حتى منذ ما قبل الصباح، منذ بعد منتصف الأمس، ولكن ظهرا وتحت ضربات العدو الإسرائيلي عادت هذه القوى المتوغلة في حي التفاح وفي يعني هذه المنطقة بالانسحاب إلى الخارج. أما بالنسبة للشجاعية فننتقل إلى يعني خارطة الشجاعية. بالنسبة للشجاعية، وبعد 11 يوما من القتال العنيف في الشجاعية، واليوم كان هناك تدمير دبابة للعدو الإسرائيلي في شارع بغداد هنا، وبالرغم من ضربات الطوافات الحربية لمنطقة الشجاعية، اطلاق النار على المواطنين بحيث ان يعني لم يعني تستطيع رؤية أي من المقاومين، فهي تعمد حنقا إلى إطلاق النار على المقاومين في الشجاعية في قرب مسجد الهدى في المقبرة التوانسة إلى ما هناك. فإذن المروحيات تقوم بقصف كامل هذه المنطقة بشكل عنيف، وأيضا مدفعية العدو تقوم بقصف، ولكن ظهرا أيضا كما حصل بحي التفاح. كذلك الأمر بالشجاعية، كان هناك أمر بالانسحاب من هذه المنطقة باتجاه ناحل العوز، وهذا ما بدأ يحصل. هناك انسحاب للعدو الإسرائيلي بعد 11 يوما تحت وطأة ضربات المقاومة والعبوات والكمائن المركبة. ان تم انسحاب العدو الإسرائيلي باتجاه خارج هذه المنطقة، ولكن المقاومون ما يزالوا على سلاحهم، ما يزالوا على هبة الاستعداد، خوفا من أن تكون هذه مناورة من قبل العدو الإسرائيلي، بحيث يعود ويدخل بعملية أخرى بعد أن يكون المواطنين يحاول المواطنين العودة إلى الشجاعية. وهذا ما تعودنا عليه من قبل العدو الإسرائيلي. لذلك يعني هناك نوع من الحذر قبل عودة المواطنين إلى هذه المنطقة. نعم. طيب، قبل أن ننتقل إلى منطقة أخرى في قطاع غزة، اسمح لي أن أتحول الآن لهاني الدالي. سيد هاني، انطلاقا من هذا الكلام الذي تحدث حوله سيادة العميد شربل، لماذا هذا التوغل الإسرائيلي الجديد في هذه المناطق؟ يبدو أن الاتصال انقطع مع السيد هاني الدالي. إذا أعود إليك سيادة العميد، هل عاد الاتصال مع الدالي مرة أخرى؟ طيب سيد الدالي، كنت قد سألتك قبل قليل حول أسباب هذا التوغل الإسرائيلي الجديد
في بعض المناطق كما تحدث العميد شربل قبل قليل، وكيف أيضا سيكون هناك مواجهة أو سيلقى الاحتلال الإسرائيلي مواجهة في هذه المناطق من قبل المقاومة الفلسطينية؟ بداية تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام. بالتأكيد هذا التوغل الجديد هو أنا بتقديري أسبابه يعني الانتقام من الحاضنة الشعبية من شعبنا الفلسطيني، وخاصة في غزة وشمال قطاع غزة، في الوقت الذي تحقق فيه المقاومة الفلسطينية إنجازات وانتصارات وعمليات نوعية ومقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في حي الشجاعية في المناطق التي تقدم فيها، ويتعثر في تحقيق أي إنجاز عسكري ضد المقاومة الفلسطينية، فيلجأ إلى الضغط على الحاضنة الشعبية. التوقيت الذي اختاره الاحتلال الإسرائيلي للضغط على الحاضنة الشعبية هو يأتي تزامنا مع انطلاق الوفود، وفود المفاوضات إلى الدوحة، وخاصة غدا للبدء بعملية المفاوضات، وهو بالتأكيد هذه رسالة ضغط على المقاومة الفلسطينية وقيادة المقاومة الفلسطينية. أنا بتقديري حول الأهداف التكتيكية والأهداف العسكرية التي يتحدث عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذا كله كلام غير دقيق، لأن الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن هذه المناطق مناطق تم القضاء على المقاومة الفلسطينية بها، وخاصة منطقة تل الهوى ومنطقة الصبرة ومنطقة الزيتون، وتقدم لها أكثر من مرة، وكذلك مناطق التفاح. اليوم الاحتلال الإسرائيلي يتقدم يكون هناك أهداف، هذا كذب وهذا تضليل وهذا غير صحيح. أما النقطة الأهم بتقديري أن الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يفقد الرؤية العسكرية حول هذه هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني، وخاصة بموضوع تكرار عملياته. هو يأتي ليعيد عملياته، يأتي ليعيد المناطق التي تقدم إليها، والمقاومة الفلسطينية بالتأكيد هي لا تنتظر جيش الاحتلال الإسرائيلي لا بالمناطق المفتوحة ولا ببدايات الشوارع. المقاومة الفلسطينية لديها أماكنها المحصنة ولديها مواقعها التي تتسلل إليها وتتجهز إليها، وكما إنها التي تنتظر جيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي الاحتلال حتى الآن لم يتقدم إلى مناطق بالشكل، إنما هي المناطق التي تقدم إليها بتقديري هي مناطق تقدم إليها سابقا. أما أنه عملية موسعة وعملية اجتياح كامل، هذا غير موجود حسب مصادري من داخل قطاع غزة. وبتقديري نعم المقاومة الفلسطينية، نحن هناك كان عمليات مقاومة، وأنا بتقديري خلال الساعات القادمة أيضا ننتظر في حلال في خلال هذه الساعات إعلان للمقاومة الفلسطينية، إعلانات المقاومة الفلسطينية في مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي وعمليات القنص وعمليات استخدام الهاون ومواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأنا أقول لك المناطق التي تقدم إليها نعم. سيد الدالي، هل من الممكن أن نقول بأنه هذا التوغل يرتبط الآن بعملية ضغط معينة على المقاومة، خاصة فيما يتعلق بموضوع المفاوضات، يعني بأن له أبعاد غير ميدانية، أبعاد سياسية؟ بالتأكيد هذا التقدم له أبعاد سياسية، هذا بالدرجة الأولى، وهذا يأتي تزامنا كما قلت في التوقيت الذي تذهب به الوفود إلى الدوحة للضغط على قيادة المقاومة الفلسطينية. والاحتلال الإسرائيلي ما زال يراهن وما زال يتوهم أن هذه العمليات يستطيع من خلالها الضغط على المقاومة الفلسطينية. لا يمكن أبدا لأي عمل أن يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بعد مرور أكثر من 9 أشهر العدوان على شعبنا الفلسطيني، وبعد استعادة المقاومة الفلسطينية لقوتها وعافيتها، أن يقدر الاحتلال الإسرائيلي أو أن يتوقع الاحتلال الإسرائيلي أنه يستطيع أن يضغط على المقاومة الفلسطينية. ولكن واضح إنه الاحتلال الإسرائيلي دأب خلال المعركة على الانتصار فقط على الشجر والحجر والنساء والأطفال المدنيين، هو العنوان. للأسف هذا جيش ضعيف بتقديري، وهو جيش لا يستطيع أن يواجه المقاومة الفلسطينية، هو جيش نازي وجيش قاتل، ولا يستطيع أن يواجه رجل إلى رجل وشجاعة منقطعة النظير كما تقوم بها المقاومة الفلسطينية. طيب الآن سنشاهد بعض الفيديوهات التي عرضتها المقاومة الفلسطينية لسير المعارك. سرايا القدس عرضت مشاهد من قصف مركز لقيادة عمليات جيش العدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
كتائب شهداء الأقصى نشرت مشاهد من دك تجمعات العدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل والنظامي من عيار 60. إيه ده إلى روح نشيل القائد أحمد أبو زريع. هذه المشاهد من استهداف مجاهدي كتائب المجاهدين تموضعا لجنود العدو الصهيوني فيما يسمى محور نتساريم بالصواريخ. هذا العصر نتنياهو أن بإمكانه القضاء على قدرات المقاومة، ونحن في كتائب المجاهدين نقول له بإذن الله ها هي قدرات المقاومة، سنجعل رجماتنا تأكل أجساد جنودك. الله أكبر ولله. أعود مشاهدينا للعميد شربل مرة أخرى على الخارطة. عميد، أيضا ما الذي يجري في الوسط وفي جنوب قطاع غزة خاصة في منطقة رفح؟ نعم، اليوم كان هناك قصف مدفعي عنيف على جسر وادي غزة، كذلك الأمر كان هناك قصف طيران في البريج وقصف ومدفعي على البلوك رقم 9 في البريج، وتم تدمير قسم من البلوك رقم 9 في البريج. هذا بما يختص بالوسط. نعود إلى نتزاريم، والكل يعلم بأن محور نتزاريم هو عرضة لقصف مدفعي وقصف يعني بالصواريخ والهاون 120 بشكل يومي ومكثف على كامل محور نتزاريم. هذا أصبح يعني شيء دائم وبشكل مستديم. أما بما يختص بجنوب قطاع غزة وخاصة برفح، برفح ما تزال العمليات تتركز في القطاع الغربي من مدينة رفح، وبالتالي يعني ما تزال ما بين الشابورة، ما بين تل سلطان، وما بين تل زعرب. هذه المنطقة هي منطقة الاشتباكات القوية، ما تزال اشتباكات متقاربة. هناك عمليات تقوم بها المقاومة، عمليات مركبة في هذه المنطقة. اليوم قامت المقاومة بتدمير دبابتين مركافة في تل سلطان، واحدة بمذنبة ياسين 105 والثانية بعبوة شواص، فأذن دبابتين للعدو الإسرائيلي تم تدميرهم تدميرهما اليوم في تل سلطان. قام العدو الإسرائيلي بالقصف على منطقة تل سلطان وعلى بالقرب من مدارس الأنروا، كذلك الأمر على الشابورة، قصف مدفعي، قصف جوي على هاتين المنطقتين، إضافة إلى قصف على خربة عدس أيضا مدفعي وجوي، وأيضا على الشوكة قصف مدفعي وجوي على الشوكة، إضافة إلى قصف مدفعي مركز على منطقة مصبح شمال الشابورة. ولكن العدو الإسرائيلي تمكن اليوم من الوصول إلى دوار النجمة في وسط رفح. تدور الاشتباكات بشكل عنيف في دوار النجمة
داخل رفح، ولغايه الان هناك عمليات كر وفر، اصابات لدى العدو في قلب رفح، ويبدو بان العدو سيضطر الى الانسحاب من الداخل تحت وطأة عنف المقاومه واستشراسها في هذه المعركه داخل رفح. اما بما يختص بخان يونس، خان يونس من المعروف يعني خان يونس والمعارك التي دارت فيها اليوم، العدو الإسرائيلي يجبر المواطنين على النزوح للمرة السادسة بحسب الأونروا من خان يونس. هناك 250 ألف مواطن في خان يونس يريدون النزوح، ولكن إلى أين؟ الكل يعرف، وهذا بحسب الأونروا، بأن كل قطاع رفح أصبح غير آمن، وبالتالي عملية النزوح ستكون محفوفة بالمخاطر ل 250 ألف نازح. وأضافت الأونروا بأن هناك أكثر من 50 من مراكزها تدمر، وأن تم يعني استشهاد أكثر من 500 ما بين طاقم وما بين مواطن داخل مراكز الأونروا، ولكن الآن العين على النزوح من خان يونس. نعم. المقاومة بدورها قامت بقصف معبر رفح، وخاصة تمركز آليات وجنود الاحتلال بالهاون 120، كذلك الأمر بهطلة من الصواريخ 107. هذه هي الميدانية عليه في منطقة رفح اليوم. سيد الدالي، كلام مهم جدا قاله السيد أبو عبيدة المتحدث باسم القسام في الحقيقة، يعني بعد أكثر من 9 أشهر على بدء هذه المعركة، إسرائيل تقول بأنها دمرت يعني معظم قوة فصائل المقاومة الفلسطينية على رأسها كتائب القسام. الآن يأتي هذا الكلام ليدحض كل هذه الادعاءات الإسرائيلية. يقول أبو عبيدة بأن قدرات كتائب القسام بألف خير، وخلال هذه المعركة منذ 9 أشهر إلى الآن استطاعت كتائب القسام تجنيد الآلاف من المواطنين الفلسطينيين المستعدين الآن لخوض هذه المعركة، وهناك من هو بانتظار الأوامر للبدء في القتال. بالتالي كيف يمكن أن نفهم هذا الكلام الذي أطلقه أبو عبيدة بالأمس؟ أولا هذا الكلام أنا توقعته على قناة الميادين، وأنا أقول لك ما يوجد في الميدان بالنسبة للمقاومة الفلسطينية هو أبعد من ذلك. طبعا بالتأكيد حديث أبو عبيدة بالتركيز حول عملية التجنيد من أبناء شعبنا الفلسطيني وانضمام الآلاف وعملية التصنيع العسكري هي رسالة توقيتها أولا له دلالة بأنه المقاومة الفلسطينية تفاوض من موقع قوة وليس من موقع ضعف، كما يحاول نتنياهو والمتطرفين الصهاينة تسويقه لدى المجتمع الإسرائيلي بأنه مزيد من الضغط يعني يأتي بتنازل من المقاومة الفلسطينية ومن حركة حماس. هذا جاء رد واضح أن المقاومة الفلسطينية تقاتل، بل بالعكس تجاوزنا موضوع القضاء على المقاومة الفلسطينية أيضا واستنزاف المقاومة. هذه الرسالة الأولى. أما الرسالة الثانية فهي للمجتمع الإسرائيلي ولأهالي الأسرى، لأن نتنياهو حاول الأيام السابقة أن يسوق أن هناك نصر، أن هناك نصر وهمي، أن هناك تحقيق أهداف، وأنه مستمر حتى استكمال باقي الأهداف. المقاومة الفلسطينية تقول لنتنياهو للمجتمع الإسرائيلي بشكل واضح، يجب عليكم أن تدركوا تماما أن نتنياهو حقق أهدافه الشخصية فقط، لم يحقق أي أهداف لا عسكرية ولا استراتيجية في قطاع غزة، وعلى نتنياهو أن يتخلص من وهم القضاء على المقاومة الفلسطينية أو استنزافها، وأن موضوع القضاء على المقاومة الفلسطينية تجاوزناه إلى بلا عودة، وأن المرحلة القادمة ستكون استنزاف لجيش الاحتلال الإسرائيلي. وأنا بتقديري أن رسالة أبو عبيدة سيتبعها عمليات نوعية خلال هذه الأيام وخلال الساعات القادمة أيضا لتمارس المقاومة الفلسطينية وتستخدم المقاومة الفلسطينية أوراق ضغطها في موضوع المفاوضات للضغط على الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يضغط على الحاضنة الشعبية وعلى أبناء شعبنا الفلسطيني،
المقاومة الفلسطينية ستضغط على الاحتلال الإسرائيلي من خلال عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وضد ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتأكيد هذا ما سنشاهده خلال الأيام القادمة، وهذا بالتأكيد يعزز موقف المقاومة التفاوضي، بالرغم أيضا وهي نقطة مهمة جدا أنه نتنياهو لا يريد المفاوضات وإنما يماطل ويسوق ويمدد الوقت من أجل تحقيق أهداف أولها استكمال عملياته في رفح، وكذلك يعني إنجاح زيارته إلى الكونغرس الأمريكي. طيب فيما يتعلق بالنقطة التي ذكرها أبو عبيدة والمرتبطة بالخداع الاستراتيجي لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والذي استمر لسنوات، ما المقصود بهذا الكلام برأيك؟ وأيضا ماذا بشأن الوثائق التي لا تزال الآن بيد فصائل المقاومة وتحديدا القسام وتشير إلى الفشل الاستخباري للاحتلال في 7 أكتوبر؟ عندما نتحدث عن عمل استراتيجي أو أهداف استراتيجية، نحن نتحدث عن قمة الإنجاز وقمة تحقيق الانتصار. اليوم المقاومة الفلسطينية وعلى لسان أبو عبيدة تتحدث عن خداع استراتيجي وليس خداع تكتيكي، وهذه نقطة مهمة جدا، بأنه الاحتلال الإسرائيلي عبارة عن أكذوبة، وتمكنت المقاومة الفلسطينية بإمكاناتها البسيطة خداع الكيان الإسرائيلي بكل الإمكانات وبكل التكتيكات الموجودة، ووصلت إلى الذروة في خداع الاحتلال الإسرائيلي. اليوم عندما نتحدث عن الخداع وممارسة سنوات، نحن نتحدث طبعا بطبيعة الحال أن المقاومة الفلسطينية كانت تعد لهذه العملية ليس وليدة اليوم أو السنة أو الشهر، وإنما كانت وليدة سنوات. هذه السنوات كانت مليئة بالإعداد وبالتدريب وبالتجهيز العسكري وبالتصنيع العسكري وبالخطط العسكرية وبالمراقبة وبالرصد وبالاختراق لأجهزة الاحتلال الإسرائيلي. عندما يتحدث اليوم أبو عبيدة عن أوراق تمتلكها المقاومة الفلسطينية ووثائق، بالتأكيد هو يتحدث عن الاختراق الكبير لكتائب القسام لجيش الاحتلال الإسرائيلي، لمنظومته الأمنية، لمنظومته العسكرية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا أنها كانت تمارس التدريب والتحضير والخطط على عين الاحتلال الإسرائيلي، ومن هنا كان الخداع خداع غير عادي وغير متوقع وخارج الصندوق، وهو النجاح الأهم في هذه المعركة، والأهم هو بالتوقيت وبالدقيقة وبالساعة وبالآليات، وكذلك بالنجاح الكبير الذي حققه طوفان الأقصى، والأهم أنا بتقديري أيضا هو المحافظة على الإنجاز الاستراتيجي الكبير من خلال ما نراه في عمليات المقاومة الفلسطينية، التي في المقابل ما زالت تحافظ على عملية التأمين لقواتها، التأمين لمعلوماتها، عملية خداع الاحتلال الإسرائيلي أيضا في هذه المعركة، وهذا يؤكد أننا أمام وهم اسمه جيش الاحتلال الإسرائيلي وليس الكيان الإسرائيلي، وهم حاولت أن تسوقه وأن تقول أنها رابع أقوى جيش في المنطقة. أنا بتقديري هذه الوثائق والمعلومات ستكون صادمة للمجتمع الإسرائيلي، لأجهزة الأمن والاستخبارات العالمية، للعالم كله بأجمعه حول ما قامت به المقاومة الفلسطينية من عمليات خداع تكتيكي، وصولا إلى الخداع الاستراتيجي الكبير في طوفان الأقصى. طيب قبل أن ننتقل إلى الضفة الغربية سيد الدالي، كان هناك عاجل ورد قبل قليل نقلا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال في مقابلة أجراها مع شبكة ABC نيوز الأمريكية، قال بشكل واضح في هذه المقابلة: حماس ستبقى بعد 5 سنوات من الآن وفي المستقبل أيضا. هذا الكلام يتناقض كليا مع الشروط التي وضعها بنيامين نتنياهو مؤخرا فيما يتعلق بصفقة المفاوضات مع حركة حماس، وقال بأن الشرط الرئيسي هو تحقيق الأهداف التي وضعتها إسرائيل في بداية هذه المعركة، عدم يعني إنهاء أو عدم وقف إطلاق النار، وأيضا المضي قدما للقضاء على قدرات حركة حماس. هذا الكلام في تناقض في الحقيقة ما بين ما يتحدث عنه المستوى العسكري الآن وما بين ما يتحدث عنه المستوى السياسي، ما تأثير هذا الأمر داخل إسرائيل؟ نعم طبعا، هذا الحديث بالمناسبة يبدو هناك إصرار من جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصرار بشكل غير عادي على الضغط على الجبهة الداخلية والمجتمع الإسرائيلي بأنه جيش الاحتلال يريد أن يهرب من قطاع غزة ولا يمكن القضاء على المقاومة الفلسطينية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هذا التصريح يؤكد كما تفضلت
يعني ذروة الخلافات ما بين المستوى السياسي والمستوى العسكري حول استمرار القتال في قطاع غزة بدون تحقيق أي أهداف وبدون رؤية سياسية للوضع في قطاع غزة. أما بالنسبة لتأثيراته، أنا بتقديري تأثيراته حتى هذه اللحظة هي تعزز الشرخ في المجتمع الإسرائيلي، تعزز الشرخ بالحكومة الحالية، تعزز الشرخ ما بين القيادة السياسية والعسكرية، ولكنها حتى هذه اللحظة لن تكون مؤثرة لدرجة أن تكون ضاغطة لوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، لأننا نتحدث حتى هذه اللحظة أن هناك ائتلاف حكومي المتطرف ما زال أيضا يعتبر أن إنهاء العدوان على شعبنا الفلسطيني هو انتهاء لهذا الائتلاف، وهو انتهاء للكيان الإسرائيلي وليس الائتلاف. لذلك الكل يحاول أن يستمر في المراوغة والكذب والتضليل، ولكن أنا بتقديري هذا التصريح بهذا التوقيت مهم جدا، وهو أيضا يأتي في سياق تصريحات الناطق باسم أبو عبيدة كتاب القسام حول موضوع أن المقاومة الفلسطينية لا يمكن القضاء عليها، أنها بدأت تستقطب كفاءات وبدأت تستقطب أيضا تجنيد جديد وبدأت تعيد التصنيع، وهذا يؤكد نعم أننا فعلا هناك إدراك لدى القيادة العسكرية الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يمكن القضاء على المقاومة الفلسطينية. الأهم بعيدا عن الخلاف ونقطة الخلاف هي العنوان والذروة والقناعة بالانسحاب من قطاع غزة، ولكن الأهم أنا بتقديري هي الرغبة بالقتال، أصبحت معدومة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وهو الأهم كسر رغبته بالقتال، وهذا نقطة صحيح لصالح صحيح المقاومة صحيح الفلسطينية. وربما امتناع عدد كبير من الضباط والجنود عن الذهاب إلى المعركة هو خير دليل على هذا الكلام. ننتقل الآن مشاهدينا إلى جبهة الضفة الغربية، ما الذي يجري هناك في الضفة مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي بعمليات الاقتحامات وأيضا الاعتقالات في هذه المنطقة، وكذلك التصدي المستمر للمقاومة الفلسطينية؟ سيادة العميد، ما الذي يجري الآن في الضفة الغربية تحديدا؟ بالنسبة للضفة الغربية منذ أكثر من شهرين الاشتباكات والاقتحامات تتركز في القسم الشمالي من الضفة الغربية، ونعني به من القدس أريحة باتجاه هذا القسم، وخاصة المناطق الأساسية الأكثر حماوة هي طول كرم ومخيم نور شمس، نابلس ومخيم بلاطة، هنا طوباس ومخيم الفارعة وجنين ومخيم جنين، وأيضا يعني هذا القسم ككل من المنطقة هي الأكثر اشتعالا، وهذا ما حدا بجيروزاليم بوست اليوم بأن تقول بأن استمرار هذا الوضع سيؤدي بشمال الضفة الغربية إلى أن يصبح كما غزة وكما شمال فلسطين المحتلة حرب مفتوحة مماثل لما يحصل في هاتين المنطقتين. فإذا اليوم كانت الأمور على الشكل التالي، وخاصة في الشمال كان هناك اقتحام لنابلس من ناحية الشرق من ناحية بيت فورك، وكانت الاشتباكات على أشدها، قامت جرافات العدو بتجريف الطرقات في نابلس، تصدى لها المقاومون بالعبوات وبرشقات الرصاص وكبدوها بعض الخسائر. لذلك كان هناك تعزيزات من بيت فوريك باتجاه نابلس، كذلك الأمر كان هناك بمخيم بلاطة اقتحام واشتباكات مع قوات العدو الإسرائيلي، في طوباس الفارعة أيضا كان هناك اقتحام لمخيم الفارعة واشتباكات كثيفة، في الشويكة كان يعني طول كرم كان هناك أيضا اقتحام، وبمنطقة السهل في الشويكة كما أن المقاومين قاموا بصلي بيت حيفر وحواجز بيت حيفر برشقات من الرصاص بشكل كثيف. أما بما يختص بجنين فكانت الأمور في الفقوعة وعرانة مماثلة لكل هذه المناطق، في رام الله كانت في برقة وفي المزرعة الغربية اشتباكات واقتحامات من قبل العدو الإسرائيلي، أما في ترمس عية فكان هناك حرق للمحاصيل الزراعية من قبل المستوطنين. في القدس كما العادة هناك دائما مواجهات مع
المستوطنين المحميين من قبل الشرطة الذين يمنعون المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك. أما في منطقة الخليل فكانت منطقة صريف ومنطقة يطا ويعني وبيت أمر، هذه المناطق الثلاث كانت اليوم عرضة للاقتحام وللاشتباكات. ولكن كما قلنا يبدو بأن الشمال، شمال الضفة الغربية، منذ أكثر من شهرين هو الأكثر اشتعالا وحماوة. المقاومة تثبت يوما بعد يوم قدراتها في العبوات الغير نظامية والكمائن المركبة، وهذا ما يؤذي العدو الإسرائيلي كثيرا. لذلك يبدو بأن هذه المنطقة تتجه لأن تصبح غزة ثانية أو شمال فلسطين المحتلة بشكل يعني مؤكد. ويعني هذا ربما ما ألمح إليه المتحدث باسم القسام أبو عبيدة بالأمس عندما قال سيد الدالي بأن العمليات تتصاعد في الضفة الغربية بشكل لافت. إلى أين من الممكن أن تصل الأمور برأيك؟ أولا رسالة أبو عبيدة هي رسالة مهمة بتوقيتها وبأهمية الجغرافيا والساحة التي وجهت هذه الرسالة. عندما يتحدث ويرسل رسالته للضفة الغربية ولأهلنا في 48، طبعا هذا أنا بتقديري رسالة مهمة أنه كتائب القسام تتابع تطور المقاومة الفلسطينية في هذه المناطق وعملياتها الأخيرة، وخاصة العملية في الجليل والعمليات التي حدثت من خلال عمليات القنص أيضا في الضفة الغربية وعمليات التفجير لآليات ونافلات الاحتلال الإسرائيلي. هذه المتابعة للمقاومة الفلسطينية هي تأتي أيضا في سياق التحول الاستراتيجي للضفة الغربية في عمليات المقاومة النوعية وعملياتها المركبة وعمليات الإلهام تأخذها من الضفة الغربية. وهي رسالة أيضا أن المقاومة الفلسطينية تقدر هذه الأعمال المقاومة وهذا التطور في المقاومة الفلسطينية. وأنا بتقدير أيضا رسالة أخرى أنه كتائب القسام هي أيضا جزء من هذه المعركة في الضفة الغربية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا هي رسالة استشعار بأهمية ساحة الضفة الغربية وأن هذه الساحة لها تأثيرها الاستراتيجي على الكيان الإسرائيلي، والعبوة هناك توازي صاروخ ومدفع في غزة، والعمليات هناك توازي أيضا 10 عمليات في الضفة الغربية، وحجم ونوع العمليات وتأثيرها بالاحتلال الإسرائيلي وخاصة بال 48 هي أضعاف الضفة الغربية وأضعاف قطاع غزة. وهو أيضا رسالة حث لأهلنا بزيادة العمليات وزيادة التأثير بالاحتلال الإسرائيلي وتنوع هذه العمليات لأهمية الجبهة كعمق استراتيجي وأهمية كخاصرة رخوة للاحتلال الإسرائيلي وأنها تؤثر على الاحتلال الإسرائيلي، وكيف أن العمليات الأخيرة تطور عمليات المقاومة الفلسطينية أثر على جيش الاحتلال الإسرائيلي وطبيعة التفكير في مواجهة الضفة الغربية. أنا بتقديري نعم هذه رسائل مهمة ولابد لشعبنا وأهلنا في الضفة وليس للمقاومة فقط ولكن لشعبنا وأهلنا أن يلتقط هذه الرسالة جيدا، وهو يقول أن التحول الكبير الذي حدث في سيف القدس حينما تحرك أهلنا وانضم إليهم أهلنا في 48 وغزة انضمت في هذه اللوحة الوطنية الكبيرة استطاعت أن تؤثر على الاحتلال الإسرائيلي وأن توقف عدوانه وعملياته ضد شعبنا الفلسطيني وتهديداته واعتداءاته على أهلنا في القدس، وكذلك وقف هدم حي الجراح. وهذه نقطة مهمة جدا بأنه هذه نقطة مهمة ومرحلة مفصلية لابد أن يكون لأهلنا في 48 وفي الضفة الغربية دور أكثر إيلاما وأكثر تأثيرا، ولابد للشعب الفلسطيني أن ينضم إلى المقاومة الفلسطينية وأن تكون العمليات في كل مكان وفي كل شارع وفي كل حي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنينه لتكون مرحلة ضغط وجهة ضغط لوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. مشاهدينا سنتابع في هذه الفيديوهات كيف تتصدى المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية لقوات الاحتلال الإسرائيلي. كتيبة نابلس في سرايا القدس تنشر فاصلا بعنوان أسود نابلس. احنا ندق طول الحرب يوم العرك تلقانا جيش العادي نهد وهد ونزلزله أرجانا. احنا ندق طول الحرب يوم العرك تلقانا جيش العادي نهد وهد ونزلزله أرجانا. من حريق
كتيبة طول كرم نشرت فاصل تشييع أحد مجاهديها الشهيد أشرف هاني عبد الله. الجماعة العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين شهيدها المجاهد الوطن أشرف هاني. الآن مشاهدينا سننتقل إلى جبهة الإسناد اللبنانية التي تشهد تصاعدا في العمليات من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان وأيضا من قبل الاعتداءات التي يعني يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. سيادة العميد، ما الجديد على هذه الجبهة؟ الجديد وهو يعني أن المقاومة قامت بقصف مركز استراتيجي للعدو الإسرائيلي بسرب من الانقضاضيات، ونعني به مركز جبل الشيخ وهو هنا. فهذا مركز جبل الشيخ هو هذا المركز، هو أعلى نقطة في جبل الشيخ 2230 مترا. ولكن ما أهمية هذا المركز؟ أولا هو مركز رادار، وبطبيعة الحال عندما تصل المسيرات الانقضاضية إلى هذا المركز يعني أنها استطاعت بادئ ذي بدء تخطي رادارات ووسائط المراقبة الإلكترونية ووسائط التجسس وكل هذه الوسائط الفنية باهظة الثمن الموجودة في مركز جبل الشيخ، والوصول إلى هذا المركز وتدمير الأجهزة التجسسية والأجهزة الفنية وأجهزة الاستشعار البعيد والرادارات. فإذن هذه عملية نوعية جديدة كبيرة ناجحة للمقاومة الإسلامية في لبنان. ثانيا، مركز جبل الشيخ في هذا الارتفاع هو مركز هام واستراتيجي جدا للعدو الإسرائيلي. لماذا؟ لأنه باستطاعة العدو الإسرائيلي من هذه النقاط التجسس ومراقبة ليس فقط لبنان وإنما سوريا، الأردن، العراق وحتى الحدود الإيرانية، هذا من ناحية الشرق. أما من ناحية الغرب فباستطاعتها تأمين التواصل مع القوات الأمريكية وغيرها المتواجدين في قبرص، وكذلك الأمر مع كل القواعد الناتو المتواجدة أو الأمريكية المتواجدة في يعني في جنوب في الدول جنوب أوروبا. وبالتالي هذا مركز استراتيجي. ولماذا اليوم يبدو بأن هذا الاستهداف وكأنه محاولة جيدة وناجحة من قبل المقاومة لضرب مركز يمكن أن يؤثر إذا ما حصلت الحرب مع لبنان كما يدعي العدو الإسرائيلي بإعمائه من ناحية سوريا ومن ناحية العراق ومن ناحية جبهات الإسناد التي بطبيعة الحال ما إن تفتح المعركة يعني على لبنان سيكون هناك إسناد قوي من كل هذه الدول المنتمية إلى نفس محور المقاومة. فإذن هذا المركز بأهميته الاستراتيجية اليوم المقاومة استطاعت أن تصل إليه بسرب من طائرات الانقضاضية وإحداث أكبر ضرر ممكن في هذا المركز. أما بعد فقامت المقاومة باستهداف المطلة بصواريخ ميم دال وكان هناك إصابات مؤكدة. البغدادي نعم هناك أيضا استهداف للبغدادي بياض بليدة هذه المنطقة، ولكن أيضا وأيضا هناك استهداف لقاعدة إليت سكنت إليت لقيادة الفرقة 91، وهذه يعني المركز هو مركز مستحدث كان سابقا في القطاع الغربي اليوم أصبح في القطاع الأوسط. وبالتالي للمرة الثانية منذ 3 أيام تقوم المقاومة بقصف هذه السكنة وهذه القيادة برشقة صاروخية كاتيوشا وحققت إصابات. كذلك الأمر
قاعدة ميرون كانت هدف لأربعين صاروخ كاتيوشا وإصابات دقيقة في قاعدة ميرون، ومنذ 24 ساعة كان هناك استهداف بصواريخ كاتيوشا لقاعدة نيمرا وهي على بعد 30 كيلومترا من الحدود مع لبنان، وأيضا حققت إصابات. أما باقي الأهداف التي تم قصفها من قبل المقاومة فهنا منطقة الراهب، موقع الراهب تم قصفه اليوم وإحداث يعني ضرر فيه، كذلك الأمر سكنة زرعيت تم قصفها من قبل المقاومة وإصابتها إصابات دقيقة، وكان هناك قتلى وأتت الطوافات لإنقاذ ما تبقى، كذلك الأمر الأجهزة التجسسية في بركة ريشة إضافة إلى قصف قاعدة ليمان. أما العدو الإسرائيلي فقام بالإغارة البارحة على جبل طورة في هذه المنطقة قرب جزين، كذلك الأمر اليوم كان هناك إغارات على قبريخة، إغارات على حولة، إغارات على القليل في هذه المنطقة. وأما بما يختص بمنطقة بسطرة وهي هنا في هذه المنطقة بالذات، فكان العدو الإسرائيلي اليوم يعني يقوم برشق هذه المنطقة بالرشاشات باتجاه مواقع قريبة من الجيش اللبناني، يبدو بأن كان هناك أيضا رد على هذه الرشاشات. أما الباقي فكان هناك استهداف بالمدفعية لعيتا الشعب، كذلك الأمر استهداف للناقورة واستهداف لبرعشيت في هذه النقطة. هذه كانت الميدانية في جنوب لبنان اليوم. مشاهدينا، نستعرض هذه المشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية قاعدة إليت، قاعدة ميرون وقاعدة نيمرا التابعة لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة. وهذه المشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية موقعي بركة ريشة والراهب التابعين لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.
سيد الدالي، المركز الذي تحدث عنه قبل قليل العميد شربل في يعني مركز في جبل الشيخ، هذا المركز يعني يرتفع عن سطح البحر أكثر من 2000 كيلومتر، وبالتالي استهداف هذا المركز لأول مرة منذ 9 أشهر له دلالات وأيضا يحمل رسائل. برأيك ما هي الرسائل التي أرادت المقاومة الإسلامية في لبنان إيصالها في هذا التوقيت لإسرائيل باختصار إذا سمحت؟ نعم طبعا، هذا الاستهداف أنا بتقديري لهذا المركز والموقع الاستراتيجي الإسرائيلي هو أول مرة يحدث منذ حرب أكتوبر، وأول مرة يتم استهداف مركز حيوي ومهم للاحتلال الإسرائيلي. أنا بتقديري الرسالة توقيتها مهم جدا، وهي تأتي في سياق الرسائل التي تحاول المقاومة الإسلامية إظهار قدراتها الجوية وقدراتها الردعية في محاولة منع الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب الحماقة في لبنان. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا، هي تحاول أيضا أن تقول الاحتلال الإسرائيلي أن حتى عملياته التي ينطلق منها الاستراتيجية ليس لديه القدرة على تأمينها أو حتى حمايتها. الرسالة الأخيرة أنا بتقديري أيضا هي تأتي في سياق الرسائل التي توجهها المقاومة الإسلامية من ناحية المعلومات ومن ناحية الأهداف وطبيعة الأهداف ونوعية الأهداف التي تستخدمها، وأن لديها القدرة على الوصول إلى أكثر الأهداف حساسية للاحتلال الإسرائيلي، وأن الاحتلال في حال كان هناك حماقة وارتكب يعني سواء كان عدوان محدود أو عدوان موسع، المقاومة الفلسطينية لديها بنك أهداف تستطيع أن تصل بالمكان والزمان وبالوسيلة والألية التي تراها لضرب الاحتلال الإسرائيلي في عمقه، وكذلك في مقتله، لحرمان الاحتلال الإسرائيلي من رصد وجمع المعلومات وتحقيق أيضا أهداف استراتيجية. شكرا جزيلا لك هاني الدالي الخبير في شؤون المقاومة الفلسطينية، شكرا للعميد شربل أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وأيضا الشكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. نختم الميدانية بما نشرته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في الذكرى 52 لاستشهاد الأديب وعضو مكتبها السياسي غسان كنفاني. هذا الفاصل بعنوان نضالنا مستمر، إلى اللقاء. نتيجة للمناورات الإمبريالية التي شاركت فيها سويسرا وألمانيا الغربية وبريطانيا والولايات المتحدة، وكذلك تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية. The last time was with through the Red Cross who failed because of its unnecessary and unjustified maneuvering, failed in reaching an agreement. Who will now be the go-between between you and the five governments? We have very clear conditions. We want our prisoners back. Any government would hand us our prisoners, we will hand it back their prisoners. But who is negotiating between you and the five countries? We are waiting now for them to accept our conditions directly. Are you refusing to deal with the Red Cross together? If the Red Cross takes our condition to these governments and bring us a clear answer, committed answer, about these questions, we will accept it. Are you putting a time limit on the period of negotiation? We are waiting the government concerned to accept our condition. But of course, we can't wait till ever. But you have been issuing deadlines. Are you that was no answer. Are you going to issue a deadline for the release of the hostages? We are not going to release the hostages before we get our prisoners back. But this can't go on and on, can it? Then the front is going to take the decision and decide. Not fighting for what? Not fighting at all, no matter what for. Young people usually fight for something and they stop fighting for something. So you can't tell me even why should we speak about what? Stop fighting. For what? Or talk about stop fighting why? Talk to stop fighting to stop the death and the misery, the destruction, the pain. The misery and the destruction and the pain and the death of whom? Of Palestinians, of Israelis, of Arabs. Of the Palestinian people who are uprooted, thrown in the camps, living in starvation, killed for 20 years, and forbidden to use even the name Palestinians. They're better that way than dead, though. Maybe to you, but to us, it's not.
to us to liberate our country, to have dignity, to have respect, to have our mere human rights is something as essential as life itself.